دونك وقع واحد مجموعه تدخلات، واحد مجموعه ديال الغيورين على الاتحاد، وتم تشكيل من بعد ما قدم المكتب السابق استقاله جامعيه، تم تشكيل لجنه لتصريف المهام باش تسهر على 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 الفريق. واحد السيد غايور من المدينه ابن الفريق هو اللي بدا الرغبه ديالو باش يتولى زعما الامور ديال فريق اتحاد طنجه. دونك الامر يتعلق بالسيد عبد السلام الشبعه، مشكورا فليتفضل. الظروف اللي وصلت لها فريق اتحاد طنجه صراحه تاسفنا للوضع اللي وصل له، واتصلوا بها الاخوان عملنا جلسات وتشجعنا باننا ناخذوا زمام الفريق وما نخليوهش بحال اللي كيقولوا حنا يمشي للحائط، ونحاولوا ان شاء الله السنه هذه نعملوا له يعني مانتيا، ونتمنوا ان شاء الله السنه المقبله نجيبوا الالقاب. من بين النقاط الرئيسية اللي كانت عندنا في اجتماعات هذه الأسابيع هذه هو هذه القضية ديال الديون. ما يمكنش نجيو نذكروا هذه الديون، لأن كيقول الفريق أعضاء الفريق المكتب القديم كيأكد بأن هذه الديون كاينة، يعني كاينة في التقرير المالي للفريق، لأن سنة على سنة راه كتزاد. احنا هضرنا مع الإخوان مع المسؤولين، إن شاء الله غنشوفوا شي حل، ماشي غيكون في سنه، ربما سنتين ثلاث سنوات، غنحاولوا نأديوا هذه الديون هذه. وش نقول لك، هناك واحد بعض اللاعبين اللي كانت صدمه الصراحه، لان واحد العدد منهم ما غتجبروش، بعدا واحد ثلاثه اللاعبين بلا ما نذكر الاسم ديالهم ما غتجبروش في هذه الساعه، كان مكسب كبير للفريق. للاسف صراحه للاسف ما عرفتش انا الظروف باش مشاو بها صراحه، ولكن المهم خلاو واحد الفراغ قبل الفارق. حنا حاولنا مع الاخوان تداركنا، عملنا اتصالات، استطعنا نجيو بعض اللاعبين، ونتمنى ان شاء الله السنه هذه نكونوا في المستوى. لا كاين استقلاليات وما شتو اعضاء المكتب، كل شيء جديد، هذا واحد مرحله جديده في فريق اتحاد طنجه. فريق اتحاد طنجه راه فريق اللي ما يمكنش هذا المكتب بوحدو غيخدم وغيقول انا غنمشي وانا عنقد الفريق، ضروري راه غيكون الناس ديالو على برا في المؤسسات، وحنا لها حنا جينا باش نقضوا الفريق ونرجعوه للمكانه اللي هو معروف عليها على الصعيد الوطني. ما كاين حساسيه، فريق ماشي طنجه، فريق اللي وصل للقسم الممتاز بجداره، مازال كيمارس، ونتمنوا له التوفيق. حنا دابا في مرحله جديده اللي هي فريق اتحاد طنجه، فريق الاول المدينه وفريق العتيق، وحنا جينا هنا باش عندنا برنامج هو ان سنتين ثلاث سنوات غنجيبوا البطوله ان شاء الله. الديون كتراوح بين جم مليون درهم، جم مليون وشي حاجه درهم، بالتاكيد راه عندهم في التقرير. مفروض ضروري خصو يقدم الحسابات البنكيه باش حنا كنبنيو عليها ونعرفوا الامور في ماشا، ما يمكنش تخدم بلا ما تكون عندك. ان شاء الله حنا عندنا نتصلوا بالمكتب القديم ونشوفوا ان شاء الله. لا ما عرفتش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.